هلو تشيز ان يو ويلكم باك اور ويلكم ان ماي شانل اف يو نيو. النهارده فيديو جديد هشارك فيه معاكم انا باكل ايه خلال اليوم بتاعي. هشارك معاكم النهارده كل الحاجات اللي انا باكلها خلال يومي. هشارك معاكم اكلات صحيه هتنفعكم لو انتم بتعملوا ريجيم. هشارك في الفيديو ده برضو معاكم حاجات اللي هو تخليكم تخسروا الوزن بتاعكم وطرق سهله جدا تخليكم تخسروا الوزن. عشان كده كملوا معايا الفيديو للنهايه، وكمان اكتبوا لي ايه الوزن بتاعكم والطول بتاعكم وانا هرد عليكم واقول لكم ايه الطول المناسب اللي هو الطول بتاعكم والوزن بتاعكم، واقول لكم ايه هو الوزن المناسب ليكم. فكملوا معايا الفيديو للنهايه، ما تنسوش تدعموني لايك كومنت، وكمان شاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان نوصل 90,000 ارنوبه ان شاء الله باذن الله. ويلا نبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه هروح اعملها وهو الفطار، بما انه دلوقتي اصلا الساعه 9 فانا هروح اللي هو احضر الفطار معاكم، وهنحضر الغدا وهحضر العشاء وكل حاجه اشاركها معاكم النهارده. وكمان هوريكم اللي هو السناكات والحاجات اللي هي ايه انا باكلها في نص اليوم كده بتفيدني جدا كمان. فكملوا معايا الفيديو للنهايه ما تفوتوش ولا ثانيه. اكتبوا لي في التعليقات تحت ايه الوزن والطول بتاعكم، هقول لكم ايه الوزن المناسب ليكم. يلا نبدا الفيديو. تشيز دلوقتي يلا نجهز الفطار بتاعنا. انا في الغالب لا اما مش باكل اي حاجه في اللي هو في الصبح، لا اما اللي هو باكل حاجه خفيفه جدا، بس لازم 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 اشرب شاي. طبعا مش عاوزاكم تركزوا في الايلاينر اللي انا عملته عشان كنت بحاول ارسم ايلاينر وكده، وزي ما انتم شايفين النتيجه بسم الله ما شاء الله زفت. دلوقتي انا جبت اللي هو بيضه، وكمان اللي هو واحده طماطم وواحده اللي هو فلفل. فدلوقتي هنحاول نعمل اللي هو بيض كده على السريع. طبعا هي وجبة اللي هو الفطار من الحاجات الضرورية جدا جدا جدا، يعني ما ينفعش اساسا نروح المدرسة، ما ينفعش نروح الجامعة، ما ينفعش نطلع اصلا من غير ما نفطر. بس انا بجد اكتر وجبة انا ممكن اكون مهملة فيها وهي وجبة اللي هو الفطار. فدلوقتي انا هحاول اقطع اللي هو الطماطم وكده. زي ما انتوا شايفين انا بعمل اللي هو الفطار. كده الفطار بتاعنا بقى جاهز. دلوقتي الفطار بتاعنا بقى جاهز، ف ليتس جو. طبعا في وقت الصبح ده ببدأ ان انا اتصفح اللي هو السوشيال ميديا، بتصفح الاغنية، بتصفح اللي هو الانستا، فيس، تيك توك، هكذا يعني. فببدأ ان انا وبتغدى ان انا بفطر اللي هو ابدأ اتصفح القناة بتاعتي، وسائل التواصل الاجتماعي كلها. كده يكون المشروب بتاعنا جاهز، فدلوقتي هنبدأ نتغدى. كده يكون الأكل بتاعنا بقى جاهز، دلوقتي هنبدأ بسم الله نتغدى. صراحة الشاورما طعمها حلو جدا جدا جدا. اكلت وكمان دلوقتي هبدا اشرب المشروب بتاعي. صراحه المشروب بعد الاكل سواء غدا او عشاء او فطار اهم من الاكل نفسه، فبجد انا من الناس اللي بتفضل جدا جدا ان هي تشرب حاجه بعد الغدا او بعد العشاء او بعد الفطار، او تشرب ايا كان اي حاجه. فبجد اللي هو الشرب اللي هو الميه او شرب العصير او اي حاجه بعد الاكل من الحاجات الحلوه جدا جدا جدا.
فدلوقتي انا هشرب اللي هو العصير بتاعي المشروب بتاعي، ونشوف هنعمل ايه باقي اليوم، ولما اجي اكل مرة تانية هصور لكم تاني عشان اوريكم هاكل ايه على مدار اليوم بتاعي. لما تشيز دلوقتي بالظبط الساعة 5 المغرب، فكنت قاعدة بتعلم اللغة الكورية. بالمناسبة نزلت معاكم فيديو ازاي نتعلم اللغة الكورية وازاي نتعلم اللغة اللي هو الانجليزية وكده، هتلاقوا الفيديوهات على القناة. فالمهم كنت بحاول اتعلم اللغة الكورية كده، وجبت اللي هو البتاع ده، اللوز والجوز والصندوق والبندق والحاجات دي كلها. طبعا الحاجات دي مفيدة جدا جدا للذكاء والتركيز وكده. فالمهم دي برضو هتبقى وجبة سناكات خفيفة كده. فيلا نكمل الفيديو بتاعنا. ودلوقتي العشاء بتاعنا هيبقى عبارة عن واحدة زبادي، وهتبقى كمان اللي هو ليمونة. هنعصر الليمونة على الزبادي واتعشى كده، اللي هو وجبة العشاء بتاعتي. اللي بجد الحاجة دي مفيدة جدا جدا لخسارة الوزن، وتعوضنا عن اي حاجة كلناها او سعرات حرارية زيادة اكلناها خلال اليوم. هلو تشيز انيونج. دلوقتي بالظبط الساعة 1:30، كنت سهرانة وكنت بسمع مسلسل زمهرير للمرة 5، بجد اسمعه حقيقي انا مش بمل ابدا منه. فالمهم دلوقتي انا بجد جعانه جدا جدا جدا، فكان عندي كيس الاندومي ده، فاقوم دلوقتي اعمل كيس الاندومي ده. مش عارفه بصراحه هي الوجبه رقم كام دي النهارده، ولكن برضو يعني انا بشارك معاكم كل الحاجات اللي انا هاكلها يعني. فالمهم دلوقتي هنقوم ونسوي اللي هو كيس الاندومي ده. بجد انا بحب اول اندومي من الخضار. اكتبولي انتوا ايه اكتر اللي هو طعمي بتحبوه كده. يلا دلوقتي نروح نسوي الاندومي. اخر مكون معانا هو الصلصه. بجد الصلصه بتدي لها طعمه حلو قوي قوي قوي. ودلوقتي اكون جهزت الاكل بتاعي، كمان بسمع المسلسل. Senin karşında durabiliyor olmak benim için de kolay değil.